ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم كيكة التوت لذيذة جدا يحبونها صغار وكبار. اذا ركزتوا بالخطوات اللي راح امشي معاكم فيها وباسرار نجاح الكيكة وباسرار تعطيكم نكهة لذيذة للكيكة راح تنجح معاكم. راح احتاج الى كوبين منخولين دقيق ابيض، وحطيت ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبطرف الملعقة الصغيرة بيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، تلقونها بالسوبر ماركت، شيء بسيط. ليش راح استخدمها؟ لانه راح نستخدم ليمون في الوصفة، فبيكربونات الصوديوم تمشي مع اي شيء في حمضي، اي شيء في حمض يعني بشكل عام، ويعطي الكيكة هشاشة. وهنا عندي كوب ونص سكر كذا فركته مع قشر ليمونة، الليمون طبعا بشرته بس ما توصلون للأبيض، لا بس الصفار اللي برا، القشرة اللي برا، وفركته مع السكر يعزز نكهة الليمون أكثر إذا فركتوه مع السكر. وهذه أول أسرار يعني لذاذة كيكة التوت. طبعا هذه الحركة سويناها في كيكة الليمون لو تتذكرون. كمان راح احتاج الى توت، سواء كان مفرزن او طازج حسب ما تحبون، واربع بيضات لابد انها تكون بحرارة الغرفة، البيض والزبدة، طبعا قالب زبدة اللي هو 100 جرام بحرارة الغرفة، وكمان اربع حبات جبن كيري برضو بحرارة الغرفة. راح احتاج الى عصير ليمونة، وثلاث ملاعق تقريبا زبادي تكون برضو بحرارة الغرفة، يعني اللي تكون بحرارة الغرفة، الزبادي والبيض والزبدة والجبنة الكيري لابد ان يكونون بحرارة الغرفة، وهذه برضو من اسرار نجاح اي كيكة عندكم، البيض والزبدة يكونون بحرارة الغرفة. اليوم عشان نشيل زفرة البيض ونعزز نكهة الليمون هستخدم نكهة ليمون اللي تكون سائلة، اذا مي متوفرة عندكم ممكن تستخدمون الفانيلا العادية. الخطوة الأولى أني راح أخلط الزبدة والسكر والجبنة إلين يعطينا شكل كريمي، بعدين راح أضيف البيض حبة حبة بحيث أن يعني أول ما تروح أول حبة نحط اللي بعدها وهلما جرا. وطبعا راح نضيف يا إما الفانيلا يا إما اللي هو نكهة الليمون. وبرضو من أسرار كيكة التوت لابد أنكم تحطون ملعقة دقيق على التوت علشان ما يسقط بالقاع، عشان لا جيتوا تقطعون الكيكة بعدين تصير كذا في كل شريحة في قطعة توت ما يصير كله بالقاع طايح، لأنك لو ما حطيتي الدقيق راح يسقط لكم تحت وتصير الكيكة بس من فوق والتوت تحت. خلاص خليط الكيك كذا جاهز، الحين راح اضيف التوت اللي حطينا فيه الدقيق وتقليب بالملعقة كذا على خفيف هالشكل، بس ابغاه يتداخل مع الخليط واصبه في قالب مدهون او اذا حبيتوا تحطون فيه ورق زبدة. بسم الله ننزل خليط الكيك نوزع بالقالب، طبعا الفرن يكون مسخن من قبل، وراح ادخله على درجة حرارة 160 من تحت لمدة ساعة، ما تفتحون على الفرن قبل ساعة. ونجهز الفروستينج اللي راح ندهن فيه الكيكة. راح احتاج الى جبنة فيلادلفيا اللي تجي 200 جرام زي ما تشوفون، ربع قالب زبدة اللي يعني 25 جرام، القالب اللي ابو 100 تاخذون منه الربع، واربع حبات كيري، وثلاث ارباع كوب سكر بودرة يفضل الجاهز عشان ما يكون فيه حبيبات، وملعقة صغيرة فانيلا. هذولي كلهم راح اخلطهم بمضرب الكيك وكذا يكون جاهز. هذا الخليط بعد ما خلطته عشان نعزز شوي طعم الليمون بحط بشر ليمون وارجع اخلطه ثاني.
خلاص انا كذا خلطت جبن، علبه جبنه فيلادلفيا واربع حبات جبن كيري وشوي فانيلا وثلاث ارباع سكر بودره وبشر ليمون وربع قالب زبده. الان راح اخذ هذا الخليط واحطه بالثلاجه يبرد ويتماسك الين وقت تقديم الكيكه ازين فيها الكيك. وهذه الكيكه ما شاء الله بعد ما طلعتها بخليها شوي تبرد، بعدين اقلبها ونخليها تبرد تماما ونحط عليها الفروستنج اللي سويناه. وهذه كيكه التوت بعد ما زينتها بالفروستنج والبلوبري والليمون والنعناع، ويا سلام على الريحه، اتمنى تشمونها. قطعت لكم الكيكة عشان أوريكم تفاصيلها من داخل وكيف هي هشة، بس الألوان تذبح.